فعلا هذا مشكل ولاو كيعانيو فيه الفلاح دابا، لان بحال قلت لك لي بيزوان ديال سيرتو مي كنوصلوا دابا، هي دابا حاليا دابا راه الفريز بدات صافي هذه دو موا باش بدات لا كولتور ديالها الفرومبواز داخله. ف الى جينا نقارنوا بطبيعه الحال الخلاص ديالنا هنا كيوصل ان مويان واحد ديكلاراسيون ديالها واحد 80 دي ديغام، ملي كنجيو نقارنوا مثلا على حساب اوروبا تما راه كيوصل واحد 200 ديغام ولا 250 ديغام. فلهذا فبالطبع فاليد العامله كتفضل على اساس انه، ولكن كاين ايجابيات كاين سلبيات. العاملات اللي كيخرجوا من ديار المهجر ديك الثلاث شهور اللي كيخرجوا فعلا كيخلوا شويه ديال التساؤل ديال الفلاحه واكراهات وعدم توفر ماشي النساء محترفات، حيت المحترفه كتعرف كيفاش الشبار ديك التوت او ديك الفريس او ديك المنتوج كيفاش كتنزلو، عندها واحد يعني خبره كبيره، واحده اللي خدمت سنتين، واحده خدمت 10 سنين، وواحده جات شهر، ما يمكنش يكون بحال بحال. اذا هذاك الفلاح خصو هذيك السيده اللي محترفه واللي كتربح الوقت وكتعرف كيفاش تجاوب مع هذاك المنتوج نزلو طريقة جيدة.